مش كل موضوعي يعني بلا مبالغة وماشي لأننا في المعارضة، ولكن بشكل موضوعي. عندما نبهنا هذه الحكومة في رسالة مفتوحة واللي تعاملوا معها، تعامل مع السيد الرئيس بالخصوص والحزب ديال السيد الرئيس بشكل ما يمكننا إلا نستأوله، وما بغيناش نعلقوا عليه أنا ذاك لأنه ذو المستوى، عوض أنهم يفسرونا أنهم عمليين قلبين المقاربة، ولكن ما بغينش يعترفوا بها. وهذا الشيء ديال الأضاحي ديال العيد دليل على ذلك. أنا غنرجع له، عندما كان غلاء الأسعار ضرب الأطناب ديالو، وعموم المواطنين بما في ذلك الفئات الوسطى وحتى الفئات الوسطى اللي ميسر عليها الله شوية كتشتكي والقدرة الشرائية ديالها تمست، والناس كلها في غليان، هم استمروا في ما يقولون بعدم التدخل. ما بغاو لا يقيسوا في الضريبة على القيمة المضافة، لا يقيسوا على حقوق، لا يقيسوا حقوق الاستيراد، لا ينفذوا القانون ديال حرية الأسعار في مادته الرابعة باش يحدوا على الأقل مؤقتا من ارتفاع الأسعار، لا يقدموا دعم مباشر كما فعلت دول أوروبية أخرى، ما بغاو يديروا حتى شي حاجة، تركوا الأمور ليتحمل الشعب، ليتحمل الشعب. وهذا الشيء راه غيدوز، داز نسبيا، هبطت شي شويه الاسعار، ولكن راه باقي لم تعد ابدا الى مستواها الذي كان من قبل، استمروا. ولكن اللي ما اكدوش عليه بقوه هو انهم دخلوا اموال طائله من عمليه ارتفاع الاسعار، لان الموارد اللي دخلوها عبر الضرائب غير المباشره تجاوزت بالنسبه للسنه الماضيه واحد 50 مليار ديال الدرهم، وهذه السنه ما عرفتش شي لان الرقم ما عطاوش. الان كيجيونا الاضحيه ديال العيد، وعوض اش كنقول لكم كيقلبوا الامور، عوض انهم يشوفوا شكل من اشكال الدعم المباشر للمواطنين اللي كيكتويو واللي عندهم العيد مساله مقدسه واللي ضروري انهم يضحيوا في ثقافتنا الاسلاميه والمغربيه. عوض ما يلقاو شي حل من عندنا، واش قالوا؟ غنمشيو ندعموا المستوردين وغنعطيهم 500 مليون 500 درهم للراس، وراه هذا الشيء غيساهم في انه يهبط الاسعار. والواقع دل على ان الاسعار بقات مرتفعة إلى آخر يوم، وبأن النتيجة الوحيدة هو أن أوساط معينة والبعض منها عن سبق إخبار بذلك، وهذا الأمر راه قضائيا يمكن أن يتابع، اغتنوا وعمروا جيبهم على حساب المواطنين، والمواطن ما استفدش أبدا من كل ذلك. واش هذه هي الحكومة الاجتماعية؟ واش هذه هي الحكومة اللي كتقول أنا غنبلور مبدأ الدولة الاجتماعية؟ واش هذه هي الحكومة التي تقول بأنه حكومة قوية وحكومة سيكون لها تعامل مع المواطنين على جميع المستويات وغنعطيو دعم مباشر وغنديروا هادشي كله؟ ما شفنا من أول ولحد الآن حاجة اللي شفنا هو بعد التقدم الطفيف على مستوى التغطية الاجتماعية، باش نكون موضوعي، على مستوى القوانين وعلى مستوى المراسيم، مع صعوبات حقيقية بالنسبة للفئات اللي ما عندها والو، لأن حتى ديك القسط اللي خصها تأديه باش تشترك ما عندهاش باش ديرو، وهادشي ما واخدينوش بعين الاعتبار. من غير هادشي هذا فينا هو الدعم المباشر؟ فينا هو الرفع من أجور المتقاعدين ومن معاشات المتقاعدين؟ فينا هي واحد العدد ديال الفئات اللي تقال عليها بانهم من غير ديال التعليم؟ وديال التعليم لحد الان المبدا موجود على مستوى النظام الاساسي، ولكن البلوره ديالو مازال ما كاينه. كذلك الشان بالنسبه للتعليم العالي، بمعنى يتم تاخير كل هذه الملفات ربحا للوقت وللامكانيات الماليه. ها
وتأجيلها إلى أجل غير مسمى والحكومة تستمر. أنا أتساءل واش واعية هذه الحكومة بأنها كتلعب بالنار، واش واعية هذه الحكومة بأنه راه المغاربة صبارين ولكن راه كاينين حدود كما تقول الأغنية للصبر حدود. فلذلك إذا كانوا سياسيين فعلا كنتمناو أنهم مع الدخول هما كيقولوا بيننا ما غيديروا واحد العدد الأمور، الدعم المباشر في السكن والدعم المباشر المواطن المباشر يعني في جيوب المغاربة هو غيديروه، والتغطية الاجتماعية وما عرفتاش. كنتمناو أن هادشي غنشوفوه لأننا ما شفناش، راه ما يمكنش، راه حبل الكذب قصير.